بغالبيه كبيره صوتت الجمعيه الوطنيه الفرنسيه في قراءه اولى لصالح مشروع قانون يعرف بمشروع محاربه الانعزاليه. تم اعداده بدفعا من الرئيس ايمانويل ماكرون على خلفيه سلسله اعتداءات ارهابيه بدءا من الهجوم على مجله شارلي ابدو ووصولا الى قطع راس الاستاذ سامويل باتي في العام الماضي. وزير الداخليه جيرال داغمنان قال اثناء المناقشات البرلمانيه: بلدنا يعاني من نزاعات انعزاليه وعلى راسها التطرف الاسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنيه يقدم المشروع ردودا ملموسه على الانعزال المرتكز على الهويه وعلى انتشار التطرف الاسلامي الذي يمثل ايديولوجيا معاديه للمبادئ والقيم المؤسسه للجمهوريه مشروع القانون الذي يجرم نصه الانعزاليه سيتم احالته للنقاش في مجلس الشئ في مجلس الشيوخ في نيسان ابريل، تريد السلطات من خلاله وضع اليات جديده لتمويل انشطه الطوائف الدينيه، وكذلك حثها على وقف تلقي تمويلات اجنبيه، بالاضافه الى وضع رقابه صارمه على انشطه الجمعيات الدينيه والثقافيه، يكرس مبدا الحياد الديني لموظفي القطاع العام، وذلك من خلال منع دخول اشخاص يعتبرون متطرفين الى اجهزه الدولة أطياف سياسية مختلفة عارضت مشروع القانون فحزب انهضي فرنسا اليميني برئاسة نيكولا دوبون أنون يرى أن مشروع القانون لا يتوافق مع تطلعاته في قضايا مثل منع الحجاب والحد من الهجرة قررت التصويت ضد المشروع لانه عندما ترى انهم رفضوا تعديل الاغلبيه لحظر ارتداء الحجاب للفتيات الصغيرات وعندما ترى انهم لا يعالجون مساله الهجره وعندما ترى انهم لا يحظرون تمويل الطوائف الاجنبيه فان التصويت او الامتناع عن التصويت على هذا المشروع هو ذات الامر لكن مشاهدينا على الجهه الاخرى او الطرف المقابل راى اريك كوكريل النائب عن حزب فرنسا الابيه اليساري راى في مشروع القانون تقييدا للحريات وتضييقا لرؤيه العلمانيه واضطهادا للمسلمين دعونا نستمع ونتابع كلامه. القانون لا يمت بصلة لاستعادة مبادئ الجمهورية، فهو لا يتحدث عن المساواة الاجتماعية ولا الانفصالية في المدارس، ومن ناحية أخرى قد يستخدم لتوجيه أصابع الاتهام لأبناء الجالية المسلمة. رواد مواقع التواصل تابعوا التصويت وهذه عينة من ردود الفعل على مشروع القانون، أغلب هؤلاء من العرب والمتابعين لهذه القضية، هنا وسيم يقول محللا فرنسا تعزل نفسها بنفسها عن العالم الخارجي وتنسى انها في عصر العولمه والانفتاح على الاخر تقبل الاخر وتلاقح الثقافات والاعتراف بالاخر كما هو شكلا ومضمونا دون محاوله تغييره، فرنسا تتقوقع على ذاتها في عصر العولمه. سمير سالم يذهب الى القول هذا القانون ضروري لمحاربه التطرف ويجب تطبيقه. ليس في فرنسا فحسب بل في عموم الدول التي تعاني من التطرف الديني. اما ماذا يقول بهذا الشان احمد عبد الكريم فاحمد يذهب الى القول حتى يومنا هذا ترفض الاعتذار من الجزائر عن قتلها اكثر من مليون مواطن جزائري واكثر من ذلك عرض جماجمهم في متحف الانسان. كيف استطاعت دولة فاشية مثل فرنسا تسويق نفسها كدولة حريات وحقوق لعشرات السنين. جميل تطالب الدول الغربية بالحرية الكاملة حتى للمثليين وللأقليات وغيرهم وفرنسا تعمل قوانين تقول أو تقلل من الحرية للأفراد والأقليات، هذا انفصام يبدو أن الحرية ممنوعة عن الأقليات المسلمة أما هنا تدوينة أخيرة لريان يقول فيها الوضع شبه مزري أو شبه المزري الذي يعيشه الأغلبية وعزلهم بضواحي أغلب المدن الفرنسية يدفع بهم للإجرام والوطئ تحت رحمة الجماعات الإرهابية لكن وضع الجميع في سله واحده هو اكبر خطا يرتكبه المجتمع الفرنسي، لانه توجد نسبه كبيره مثقفه وايجابيه ولها وزن كالاطباء والمهندسين واللاعبين كحاله زيدان وكذلك فضله في احراز اول لقب لكاس العالم لفرنسا. بالاضافه الى ردود الفعل يرى كثيرون ان السعي لسن هذا القانون يأتي في إطار سباق الرئاسة في العام المقبل. إذ يسعى مكرون لتجديد قبضته الأمنية على الإرهاب. بينما تقول زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان الطابحة إلى الرئاسة. إن مشروع القانون يمثل تقهقرا سياسيا أمام ما وصفته بالاخطبوط الإسلامي. شكرا لمشاهدة ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها. وتعليقك عليها